جينا اليوم للإدارة الجهوية أمام الإدارة الجهوية باش نحتجوا وباش نوصلوا الصوت ديالنا نوصلوا الصوت ديال لأنه كاينين مجموعة من الممارسات اللي كتمارسهم هذه المديرية الجهوية وعبرها المناديب الإقليميين والمندوبيات عبر ربوع يعني الجهة كيمارسوا سياسة الطماطول والتسويف في اتجاه الملف الانطلابي ديال الممرضين وتقنية الصحة وفي الحين كنلقاوهم أننا صبرنا 5 شهور ديال السلم الاجتماعي واحد الحاجة مراعاة يعني للمواطن المغربي الحق الدستوري ديالو في الصحة ولكن للاسف الشديد باقي ما يعني ما تلقيناش واحد الاراده في الاصلاح ديال الشان التمريضي في الجهه ولكن في المقابل لقينا تسويف طماطول وكذلك تضييق على النقابيين ومثلا في اقليم طاطا وكذلك في المركز الشفائي الجامعي ديال سوس مرسى تضييق على الحق النقابي وعلى الحريات النقابيه وكذلك الانتماء النقابي وهذا الشيء ليس الا هوان وليس الا عز ديال المسؤولين امام ايجاد حل نهائي مع المطالب ديال الممرضين بالجهه وكذلك حل نهائي على المستوى الوطني. نحن الان نحتج امام المديريه الجهويه للصحه والحمايه الاجتماعيه وذلك للمطالبه بعده مطالب منها مطلب العداله الاجريه الذي يتجلى في الرفع من التعويضات عن الاخطار المهنيه والرفع من التعويضات عن الاعباء التمريضيه كذلك الرفع من التعويضات عن التاطير. كما اننا نستنكر بشده سياسه التماطل التي تنهجها المديره الجهويه بخصوص تفعيل مخرجات الاجتماعات السابقه مع النقابه المستقله كذلك تماطل في تفعيل الصيغه الجديده المقترحه من طرف النقابه المستقله للممرضين. كما اننا نستنكر الخروقات والانتقالات المشبوهه خارج ضوابط الحركه الانتقاليه بعده اقاليم في الجهه ونستنكر التضييقات التي تطالب الممرضين وخصوصا مناضلين النقابه المستقله بالجهه منها فيما يتعلق مقاطعة التقارير والإحصاءات وكذلك مقاطعة المهام غير التمريضية منها التجبيص ومنها كذلك خياطة الجروح وتقديم أدوية بدون وصفات طبية. هذه الخطوة النضالية هذه الوقفة جاءت يعني مرافقة ومزامنة للإضراب الجهوي الإنذاري الأول من نوعه للمكتب الجهوي والنقابة المستقلة للممرضين وتقنية الصحة بسوس مرسى وكذلك هذه الوقفة يعني تأتي تنزيلا للبيان أولا كما قلت وكذلك ردا على سياسة الأذان السامة والتهرب من يعني من طاولة الحوار إن صح التعبير وجعل الحوار الاجتماعي مناسبة بروتوكولية مناسبة موسمية لاجترار نفس الكلام دون نتائج تذكر على أرض الواقع. هنا أتحدث كذلك عن تهرب الإدارة الجهوية وما إلى ذلك من الأديال ديالها على المستوى الإقليمي تهرب المندوبيات الإقليمية عفوا من إيجاد حلول ناجعة للمشاكل التي يعاني منها الممرض وتقني الصحة بجهة سوس مرسى. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.